دار آخرته لا هي الحيوان الحياة الدائمة حياة وإن الدار الآخر يعني الجنة والحياة واللي رب العالمين كتب لنا إياه وهذا حياتان حياة الدنيا والآخرة الحيوان عبارة عن كائن يعني الحياة 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 في الجنة نعم حيوان يعني اللي الحياة اللي هي بالدنيا هي الآخر الآخرة هي الحياة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان اعتدنا أن نطلق لفظ الحيوان على ما فيه إحساس يعني لا نقول عن النبات أنه حيوان يقول عن النبات حي لكن لا يقال حيوان يقال الذي فيه إحساس حيوان لكن الحيوان ككلمة في لغة العرب هي بمعنى الحياة وهنا الحديث عن الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لاحظوا التوكيد يعني الحيوان الحقيقي الدار الآخرة لأن المعنى الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تفنى هذا معنى الحيوان الدار الدائمة التي لا تفنى بينما عندما يطلق الحيوان على في الدنيا يموت ويفنى أما الجنة فلا نهاية لها إذن هي الحيوان لاحظوا التوكيد وإن الدار الآخرة لاحظوا التوكيد إن لا لم هنا القسم للتوكيد لا هي التوكيد بالضمير هي الحيوان لو كان إذن إذا أردت الحياة أيها الإنسان الحياة الحقيقية للحيوان أي الدائم الذي لا ينتهي فعليك أن تعمل للآخرة وعكسها في لغة العرب الموتان على نفس الوزن يقال حيوان أي حياة دائمة لا تنتهي والعكس هو الموتان الموت الحقيقي